قعدتنا نبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية اللي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية دورة باريس 2024. امبارح كمان قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة بعدد من مصانع الأدوية، وتفقد خطوط الإنتاج بالمصانع والمعامل ومناطق التغليف والتعبئة بمدينة السادس من أكتوبر. تعالوا مع حضراتكم نشوف تقرير ومزيد من التفاصيل. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية اللي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024 سعياً لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويسعد شعبها العظيم. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات ارتباطاً بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً، بالإضافة لدراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات. وده على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعياً لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة. امبارح قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة بعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، واستهل رئيس الوزراء جولته بزيارة مصنع أكاديمة انترناشنال التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومصنع أسترازينيكا لأدوية السكر والضغط، وقام بتفقد خطوط الإنتاج بالمصانع والمعامل ومناطق التغليف والتعبئة. أيضاً امبارح أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتصريحات تلفزيونية عقب انتهاء جولته بعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، وقال إن صناعة الدواء في مصر تاريخية وعملاقة وتوجد منذ ما يزيد عن 100 سنة، وفي آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنع جديد للأدوية ليصل إجمالي عدد مصانع الأدوية في مصر 172 مصنع، فيما تم إنشاء 33 مصنع جديد لمستحضرات التجميل خلال آخر 3 سنين، حتى أصبح لدينا في مصر 120 مصنع مستحضرات تجميل، بالإضافة ل 116 مصنع للمستلزمات والأجهزة الطبية، فضلاً عن مجموعة مهمة للغاية من المصانع وهي 4 مصانع جديدة لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية التي تدخل في صناعة الدواء.